تنضم إلي مراسلة ايتون فور نيوز فاطمة عمر خميسي من مدينة القدس. مرحبا فاطمة، دعينا في صورة الوضع في الكنيسة قبل أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة يوم غد. نعم أسيل، يعني في البداية جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف قامت بلقاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وقاموا جميعهم بتوقيع اتفاقيات ائتلافية عشية أداء اليمين غدا لتشكيل الحكومة 36 برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود. نحن نتحدث عن يعني توزيع غالبية الحقائب الوزارية لي على الوزراء المرتقبين. نحن نتحدث عن إعطاء وزارة الأمن ليؤاف جالنت وهو يعني عضو عن حزب الليكود، ما يشير إلى أن جميع هذه الاستفهامات التي كانت تدور حول هذه الوزارة بشكل خاص قد حلت، يعني ونحن نتحدث عن إجماع حول هذه الشخصية وأيضا موافقة حول هذه الشخصية التي قامت باستلام هذه الحقيبة الوزارية يعني الحساسة نوعا ما. أيضا هنالك كان نوع من إرضاء جميع شركاء الائتلاف اليميني، ونتحدث عن توزيع الحقائب الوزارية بما يرتضي لكل متطلبات هذه الأحزاب اليمينية. نتحدث عن إعطاء حزب هاتسيونوت هاداتيت إيتامار بن غفير عنهم لوزارة الأمن القومي، وإعطاء صلاحيات واسعة لهذه الحقيبة بشكل خاص، وأيضا إعطاء بتسليل سموتريتش وزارة المالية، وأيضا أن يكون وزير في وزارة الأمن، وهذا الأمر لم يكن مسبوق في السابق. لذلك نرى أن الأيام الأخيرة أسيل في هذا المكان في مبنى الكنيست شهدت وتيرة جدا متصاعدة وجدا سريعة لسن قوانين أتيحت في توزيع هذه الحقائب الوزارية. نتحدث عن سن قانون باسم درعي، يعني أتاح لوزير متهم بالفساد وأيضا تم سجنه في وقت سابق أن يتسلم وزارة الداخلية من جديد، وهذا أمر لم يكن متاحا قانونيا. وأيضا تم توسعة صلاحيات وزارة الأمن الداخلي لتصبح الأمن القومي عن طريق أيضا سن قانون بين غفير وسموتريتش. لذلك نرى أن هذا المكان شهد في الأيام الأخيرة وتيرة جدا كبيرة لسن هذه القوانين لترضي شركاء الائتلاف اليميني في الدخول في هذه الحكومة وتشكيلها. أسيل، طب يعني فاطمة، متوقع أن يكون هناك تظاهرات لجهات وأحزاب معارضة للحكومة، هل يبدو أن الحكومة ستأخذ بالحسبان هذه الاحتجاجات فاطمة؟ نعم يا أسيل، يعني هنالك تخوف نوعا ما في الأوساط اليسارية في البلاد، هنالك مظاهرة يتم الحشد إليها بشكل كبير سوف تكون في صباح يوم غد في أمام مبنى الكنيسة. طبعا هنالك تخوف جدا كبير لدى المعارضة ولدى الأوساط اليسارية، خاصة ونحن نتحدث عن يعني حكومة يمينية مرتقبة فيها جميع أطياف الأحزاب اليمينية سواء اليمينية المتدينة وأيضا اليمينية الصهيونية شديدة المتطرفة. لذلك هنالك غضب نوعا ما في الشارع الإسرائيلي اليساري من تسلم شخصيات متطرفة لوزارات حساسة كبن غفير وسموتريتش. لذلك سوف يكون هناك مظاهرات مرتقبة، لكن بالتوازي مع ذلك هنالك تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المرتقب تقوم بمحاولة لتهدئة الشارع وأيضا يعني لإشعار المواطن بالأمان وأن الأمور لا تذهب نحو الهاوية. وأيضا كان هنالك لقاء ما بين رئيس الدولة يتسحق هيرتسوك وأيضا مع عضو الكنيسة عن حزب هاتسيونوت هاداتيت المثير للجدل والمثير للمخاوف والقلق. أيضا على مستوى الإدارة الأمريكية بن غفير قام هيرتسوك بمشاركته بكل هذه المخاوف، وأيضا قام يعني بمحاولة لتهدئة ولجم هذه الأمور وقائلا أن يعني الأيام التي قال قادمة سوف تكون صعبة، لذلك نطلب منك تهدئت الأمور لأن هنالك نوع من التخوف في الشارع وقلق من التصريحات التي يقوم بتصريحها. لذلك نرى أن أيضا على المستوى الإسرائيلي الرسمي هنالك محاولة لضبط الأمور قبل يوم واحد من تنصيب هذه الحكومة وأداء اليمين. شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات فاطمة عمر خميسة، حدثتني من مدينة القدس.